طيب دلوقتي احنا بعد الحكايات اللي سمعناها حابب الاول اعرفك على الاستاذه ميرنا. هي مش زميلتي في البرنامج ولا حاجه. استاذه ميرنا من الناس اللي بيحلموا معانا، اللي بيحلموا معانا عشان يحاولوا يغيروا حياه الناس ويساعدوهم. قبل ما تقول الكلمه اللي عندها لازم اقول الاول ان دلوقتي دقت ساعة العمل. ايه رايك بقى في اللي انت شفتيه وسمعتيه والشباب الحلو ده؟ طبعا انا مبسوطه قد ايه انت ست مثمره في بيتك وفي المجتمع اللي حواليكي. وزي ما انا جيت من شغل مبني على الاسره ومبني على العيله، فحابه انت كمان تبتدي شغلك مع عيلتك بجوزك واولادك وهم يكملوا في الشغل ده. فانا حابه ان احنا من مجموعه شركه افامينا نديكي اول مكنه، مكنة حديثة تعرفي انت تطلعي الحاجة اللي انت عايزاها كلها وتعملي بدل الكوفر مليون كوفر وتعملي كل اللي نفسك فيه كده وبس؟ لا في حاجة تانية؟ طبعا. طب عايزين نعرف اول منتجات لمدة سنة تطلع من عندك هناخدها كلها لشركتنا، اليونيفورمز بتاعتها بشركتنا كلها. تعالوا 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 جنبي، تعالوا جنبي هنا. ايه ده معقولة؟ يعني دلوقتي احنا معانا احدث مكنة، هنجيب احدث مكنة من المكن الجديد اللي انت كان نفسك فيه، وكمان هناخد انتاجك لمدة سنة. مظبوط مظبوط. وهنعين جوزك بمرتب في الشغل معاكي واحنا هنديه كمان عشان احنا ما اتفقناش عليها دي. دي مفاجأة حلوة قوي. وكمان بابا هيشتغل شغلانة جديدة بمرتب كويس في الشركة. تفضلي. أنا مبسوطة بيكي وفرحانة بيكي وأكيد كمان فخور بيكي وفرحانة بيكي والله. أنت عارف إيه اللي حصل؟ أنت عارف إيه اللي حصل؟ 300,000. أنت عارف إيه اللي حصل؟ تقدر تقول لنا إيه اللي حصل دلوقتي؟ إيه اللي حصل؟ ماما هيبقى عندها ماما هيبقى عندها ايه؟ مكنة جديدة. وبابا هيشتغل شغلانة حلوة جدا، والشغل اللي ماما هتعمله لمدة سنة هنشتريه منها. انت عارف دي هيبقى معاها فلوس كتير. روح خد منها فلوس بقى، قول لها فلوس يا ماما. 300,000 يا عبده كده. طيب دلوقتي تعالى جنبي هنا كده. دلوقتي ان شاء الله باذن الله شركة AMG هتوفر لك احدث مكنة في السوق. تعالي جنبي هنا حبيبتي. هتوفر لك احدث مكنه في السوق كمان. انا اصلا مش مصدقه اللي سمعه اصلا. لان انا جايه مش مستوعبه اصلا، ولا ما حدش انا عارف حاجه. انا مش فاهمه. طب طلعي اللي جواكي، قولي احساسك ايه. كانت هتفرق لو محمود معايا دلوقتي. هو فرحان بيكي وفخور بيكي وكده دلوقتي. كفايه ان هو شايف حبكم لبعض. بس محمود اخوها. ايوه محمود الله يرحمه. طب تقولي له ايه دلوقتي في لحظات النجاح دي؟ وجهي له رساله. كان نفسي يكون جنبي. ايه؟ كان نفسي يكون جنبي. هنروح نزوره؟ هو اول ما انزل هروح ازوره. وهنجيب زرعه ثانيه؟ الله يرحمه. طيب دلوقتي عايزين الشهاده. وعايزينكم تكبروا المحل يبقى مصنع ملابس كبير او مصنع اللي انت عايزاه، واحنا في ظهرك ومعاكي. تورينا في اي وقت. امسك ده. دي شهاده بتقول ان شركه AMG افامينا جروب بتضمن تحقيق حلمك. بس انا بقى بعد اذنك ليا طلب صغير. دلوقتي انت عندك مكانتين وفي مكنه جديده جايه، انا بطلب منك تزودي الناس اللي بيشتغلوا معاكي. في ناس عرض عليا والله بجد، يعني عندي واحده صاحبتي. ويا ريت لو الستات عندهم ظروف وفاتحين بيوت، لان المشروع ده لو كبر هيبقى فيه خير كتير قوي ليكي وفي المستقبل ان شاء الله. كده ان شاء الله. وهعلم الناس. احنا بدأنا شفت مصنع كبير في مصر ان شاء الله. احنا بدأنا وانت لازم تكملي ان شاء الله. منصور قال ايه؟ انا نفسي ماما يبقى عندها مشغل، مش كده منصور؟ انت قلت كده؟ قول لها عايزين نعمل مشغل. عايزين نعمل مشغل. لا عايزين نعمل مشغل. ماما عايزين نعمل مشغل. عايزين نعمل مشغل يا ماما. الانتاج لمدة سنة بالكامل افامينا جروب هتشتريه منك. يلا بقى ورينا شطارتك وخلي المكن يدور. الاحلام عندنا ما بتخلص، الطيبين عندنا كتير، وده نموذج من الناس الطيبين، الناس المصريين الطيبين. انتظروني ان شاء الله في حلقه جديده بكره
وحلم جديد، وإن شاء الله يكون الحلم سعيد.